وللتعليق على الموضوع ينضم إلينا عبر سكايب من إسطنبول المتخصص في الشأن السوري ياسر النجار. أهلا ومرحبا بك أستاذ ياسر. الخير، أهلا لكم وجمهوركم. أستاذي، بداية، مجلس الشيوخ الأمريكي يدفع بتصويت يعارض الانسحاب من سوريا، كيف تقرؤون تصويت مجلس الشيوخ الأمريكي وإلى أي مدى هو فتح مجال لترامب لتصحيح قرار الانسحاب الذي يراه أغلب مستشاريه بأنه خاطئ؟ يعني حقيقة أنا أرى أن ترامب يعني اتخذ هذا القرار، من أهم أسباب اتخاذ هذا القرار هو من أجل حالة التجاذب التي تحصل في داخل الولايات المتحدة الأمريكية بينه وما بين الحزب الآخر الذي هو الديمقراطي، وأيضا ما بين الدولة العميقة المتواجدة في الولايات المتحدة الأمريكية. لذلك أنا أرى حقيقة أن ترامب يعني أراد يعني عمليا جذب الانتباه بالنسبة لهم. الآن ما وصل إليه أن هناك قرار يتخذ من خلال الأغلبية الديمقراطية من أجل تعديل مثل هذا القرار، سينصاب ترامب وسيقول أن يعني تردده في هذا القرار سيعفيه عن التزاماته الآن أمام الناخب الأمريكي الذي صوت له بناء على وعود انتخابية أحدها كان الانسحاب من سوريا. أنا بتصوري أصبح لترامب الآن مبرراته على المستوى العمليات في سوريا، على المستوى السياسي مع الدول المتدخلة في الملف السوري، وعلى المستوى الداخلي، وأيضا على مستوى الناخب الأمريكي الذي منحه السلطة. هل تعتقد أن المقترح الأمريكي بشأن منطقة آمنة في سوريا هو محاولة لإعادة التموضع؟ وهل تعتقدون أن أوروبا يمكن أن تدعم هذا القرار؟ يعني بتصوري هناك حالة تنافس ما بين فرنسا على وجه التحديد وتركيا حول النفوذ في سوريا، وفي نهاية المطاف فرنسا تراجع نفوذها بسبب تسليمها للولايات المتحدة الأمريكية. أما بالنسبة لتركيا فكما ترون فهي تتوافق الآن ما بين الروس وما بين الولايات المتحدة الأمريكية. أنا بتصوري قرار المنطقة الآمنة هو مطلب تركي من أجل تسهيل إعادة النازحين السوريين، وهو مطلب للولايات المتحدة الأمريكية ولكن بدون تفاصيل حتى هذه اللحظة، من أجل أن يكون لها دور يعني تساهم في الحل السياسي النهائي. اما بالنسبه للدول الاوروبيه فهو تريد ان يعني في نهايه المطاف اذا اصبحت المنطقه امنه امرا واقعا فهي تريد ان يكون لها دور في هذا الامر من اجل ان تساهم في دور ونفوذ على ارض الواقع. كيف ترى الموقف الروسي من الحراك الامريكي في ظل مطالبات الروسيه بانسحاب امريكا من التنف؟ يعني الرد واضح، روسيا غير راضية عن هذا القرار وغير راضية عن التلكؤ الأمريكي في إيجاد خطة عملية حقيقية وأجندة زمنية للانسحاب، وبالتالي تريد، وهي أيضا غير راضية عن التقارب التركي الأمريكي. لذلك تسعى روسيا إلى أن تضغط من جديد باتجاه التنف. أنا بتصوري الولايات المتحدة الأمريكية قرارها بالنسبة للتنف قرار استراتيجي، هي تعلم أن هذه المنطقة لها أهمية كبيرة بالنسبة لإيران، لذلك هي وهي لا تثق بالجانب الروسي بالعلاقة مع إيران. بتصوري الدور الروسي الذي كانت تريد أن ينطلع على الولايات المتحدة الأمريكية بأنها تقلل من النفوذ الإيراني، الآن نجد أن روسيا تصرح بأنها لا تحد أو ليس لها مطلب بتقليل النفوذ الإيراني في سوريا من أجل الضغط على الولايات المتحدة الأمريكية ومساومتها على موضوع منطقة التنف. في المقابل، كيف تجدون رد الولايات المتحدة على تصريحات روسيا بشأن القوات الإيرانية المتواجدة في سوريا والتي تعتبرها موسكو وتعتبر وجودها شرعيا؟ يعني بتصوري روسيا تتناقض مع نفسها فترات طويلة، خطابات متعددة على مستوى الخارجية تقول أنها ليس لديها شراكة مع إيران على وجه التحديد، ولكن بتصوري في نهاية المطاف روسيا عندما سمحت لإسرائيل بالضربات الجوية هي قطعت نصف المسافة باتجاه الولايات المتحدة الأمريكية. الآن روسيا ستسعى من خلال تنسيق أكبر مع إسرائيل في تقليل نفوذ إيران من أجل كسب ود الولايات المتحدة الأمريكية. في الختام، يعني هل تعتقدون أن الولايات المتحدة يمكن أن تتراجع عن قرارها بالانسحاب من سوريا، وكيف سيؤثر ذلك على موازين القوى في البلاد؟ يعني كما تعلمون عدد القوات الولايات المتحدة الأمريكية في سوريا ليس بالعدد الكبير، وهو لا يقارن بالانسحاب الأمريكي من العراق الذي كان عدد قواته يعني يتجاوز 150,000. نحن نتكلم عن 2000 من الخبرات العسكرية، عملية انسحابهم إلى
مناطق شمال العراق ليس بالأمر الاستراتيجي والأمر الذي يحتاج إلى الكثير من القرارات. لذلك الولايات المتحدة الأمريكية تستطيع أن تنفذ انسحابها بدون أي تأثير على مستوى النفوذ، هي بوجودها بقاعدة في مناطق أربيل ووجودها يعتمد على الطيران لن يؤثر سلبا، وإذا ما نسقت مع تركيا من خلال المنطقة الأمنية ستكون أيضا قاعدة الولايات المتحدة القاعدة المتواجدة في تركيا أيضا لها دور في تنفيذ الطلعات الجوية، وبالتالي لن يؤثر الانسحاب، وهذا القرار سيبقى هي فرقة إعلامية لتحقيق المزيد من المكاسب السياسية. في الختام المتخصص في الشأن السوري ياسر النجار كنت معنا عبر سكايب من اسطنبول، شكرا جزيلا لك.